برك ريح انا معاك الدار. كل خيز ما عرفتش شنو ندير لامي، كل خيز ما عرفتش ما عمري ما نسالها خير، هي الوحيده اللي كتحن فيا. صعيبه بزاف صراحه، شي كيألم والله مسكين. لا اله الا الله محمد رسول الله، الله يقويك عليه. وشوفي راه اللي خلق هاد الوليدات وهاد اليتامى والله ما غينساو. امين يا ربي. وانت بفمك قلتي هاد العام ما عرفتش واش كيفاش شاداز. كيفاش شاداز؟ كنتصرف نقول سبحان الله العظيم. انا كنتعجب من قدره الله ديال القدره ديال الاله. ودابا انت معاك واحد البركه في الدار، هذيك السيده راها بركه. سبحان عمر ربي غادي يخيبك. سبحان الله. اصبر الحبيبه ديالي، غير صبر امي. شنو كنقول؟ كنقول الله يقويني، الله يعطيني القوة. غير صبر، نبداو على بركة الله. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر المؤلم، واللي غادي يبكي قصة غتبكي الكبير والصغير، والحجر الحجر غادي 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 يتحرك على هذه القصة. قبل ما غادي نبداو هذا البث المباشر كنبغيو نترحموا على هذا السيد، حيت كنعرفوه صراحة معرفة شخصية فايت لينا، كنا درنا معاه لقاءات. إلا كنتو تذكرتو نهار ماتت لبنى الله يرحمها، تاهي بغات الرحمة في هذا النهار اللي صفاها لا وحش آدمي ولا حافل بير. هو راجل عمتها، وكان كيوقف معانا مسكين، وكان مأثر ومألم لبنى، وما عارفش راسو مسكين راه غيتبعها في أقرب فرصة. ولكن حتى شي واحد فينا ما كيعرف راسو الأجل ديالو إمتى، وهذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى علينا أننا ما كنعرفوش الأجل إمتى، لأننا كنا عارفين راسنا إمتى غادي يوفانا الأجل، حتى واحد فينا ما غيعيش مرتاح. قصة بغيت اولا نوجهها لاي واحد سمع اليوم، بغيتهم يتعاطفوا مع هذه القصه ديال هذه الارمله وهذه اليتامى. وكنبغي نوجهها للسائقين المهنيين ديال الرميك اللي كيديروا الطريق، اللي كيمشيو لافريقيا بالخصوص، واللي كنعرفوا المعاناه اللي كيعانيوها دوك الناس، التكرفيس اللي كيتكرفسوا دوك الناس على طرف الخبز. هذاك هو طرف الخبز الحار، هو هذاك طرف الخبز الحار، حيت كنا تلاقيناهم فاش كنا مشينا للكركارات وتكلمنا معاهم. واخا هكاك دوك الناس وطنيين ومساكن وحارين وكيبغيو بلادهم اللي كيشوفهم غيقول هادو راه كيربحوا شي مبالغ اللي هي ماليه ما عرفش شحال. كيشد هاد السيد على هاد العافيه اللي كطريق العذاب اللي كيضرب، ولكن راه ملي كنسولهم راه كتلقى واحد المبالغ اللي هي زهيده. ولكن هذا هو طرف الخبز، هذا هو طرف الخبز فين كتاب اليوم. قصتنا اليوم ديال واحد سائق مهني ديال الرموك اللي خدم 11 سنه مع شركه مع باترون. 11 سنه هو كيجيب ليه الفلوس، 11 سنه هو كيغامر، 11 سنه هو غادي يجي. ونهار كتب الله سبحانه وتعالى وما دارش هذيك الجلبه اللي هي جد مهمه، تبقاوش تستهونوا وتبقاوش تستهتروا بارواحكم. الناس اللي غادي لشي بلاد وكيقول لك راه ضروري خصك دير هاد الجلبه وما كديرهاش، او حنا شوف قدر الله سبحانه وتعالى، القضاء والقدر. ولكن راه حتى هو استهون، لا صافي انا ما نبقاش نديرها غير بفلوسي، هاد الجلبه ديرها 10000 ريال زايده فيا وزايده في ولادي. ما دارهاش ليا الباترون، غادي نمشي بلا ما نديرها. حتى وقع اللي وقع، وجا مسكين وبعد اسبوع من الوصول ديالو من الرحله مشى عند الله سبحانه وتعالى وخلى ثلاثه ديال اليتامى وارمله. خليكم معنا نتعرفوا على هاد القصه الصادمه المؤلمه من فم الارمله ديالو اللي غتحكي لنا بالضبط التفاصيل ديال هاد الرحله. السلام عليكم. أنا جاتني صدمة ما عرفتش نقول واش نوقر واش ندير. ساني تغرب الله سبحانه وتعالى، كنقول يا قويني وعطيني الصبر، هادشي اللي كاين قويني وعطيني الصبر. شنو وقع لراجلك؟ راجلي كان شيفور ديال الرموك، كيمشي يخدم كيجيب طرف الخبز للوليدات. شحال من عام؟ 11 عام هو خدام. هو خدام في هاد العذاب هاد ما لقاش ليه البديل. لقاش هو خدام كثر، غير هاد السيد اللي خدم عنده 11 عام هو كثر. انت نهار عرفتي في هاد الحرفه هادي؟ عرفتي في هاد الحرفه. شحال كيغبر؟ كيغبر 3 شهور 4 شهور كل مره. وشنو عادي يجي عادي باش يجي لوليدات يبرك معاهم واحد شويه عاوتاني شويه ويمشي عاوتاني يمشي. كنتي كتقولي لي اش بغينا بهاد الخدمه خويا؟ كنت كنقول وداكشي اللي قسم الله ناكلوه. سوق هنا عطى الله فين تسوق. عطى الله فين تسوق بقاوه هنا. حتى هو كان كيقول لي بلي حتى شويه وغادي ان شاء الله بغيت نرتاح من هاد الخدمه. العذاب الاليم اللي كنشوفه. كيش كيعاود لك؟ كيعاود لي كاينين طرقان خايبين
كيخرجوا الشوافريه نحضروا السلعه حتى نوصلوها تندخلوا لبلادنا. تندخلوا البلاد ضروري خصنا نحضروا سلعتنا تندخلوا البلاد، وفي واحد العذاب شديد. المهم هذيك شنقول لك مقابل واحد الصالير اللي هو ما كانش كيشد شي صالير. شحال كان كيشد في الشهر؟ 80000 ريال في الشهر. 80000 ريال كيشد، يلا كتقدك غير في كراك مصروفك. هاي مشات كيفاش هاد السيد غادي؟ وانت كزوجة وباقا شابة وراجلك تيغبر عليك وهز الهم وهز الحمل وما شبعتي منه وما شبع منك والو والو، بحال ما شي حاجة بحال ما هشيش معاه والو. انا كنت مسخر ومشى ولقيتي صعيبة ان المرة تكون بلا راجل. اش نقول لك؟ كل شويه كتسناه يدخل عليك حيت هو كان كيغبر. دابا بعض المرات كتجيك بحال راه غير مسافر غير مسافر، واحد النهار غادي يجي واحد النهار غادي يجي. تدري الصغير كيقول لي يا ماما بابا راه سميتو عليه راه غادي يجي قرب يجي. كنقول لي وليدي ان شاء الله ان شاء الله، قلت لي دابا يجي دابا يجي ان شاء الله. ما كنحسسهمش اش غنقول لك، ما كنحسسهمش بانهم راه ولكن راه هما حاسين وما حاسين، ولكن انا اللي مريضه. تبدلوا تا وليداتك تبدلوا النفسيه ديالهم على قبل باهم. انا الاكثر اني مريضه نفسانيا وبغيت ندخل ليا راسي وبغيت ندخل ليا راسي وكن نتعايش معاه باش ما كان باش ما كان غادي نتعايش معاه. غير هاد السيد حقرني انه كنا يدير لينا غير يتفاهم معانا ويدير لنا غير دويره ديالتنا انا ووليداتي. ما بغاش، علاش السيد كان كيضرب عندك سميره؟ كان العذاب الاليم وفي الاخر يتلوحوا هاد اللوحه 11 عام ديال الخدمه ما عقلش عليه. وكان مفاهم معاه كيخسر من جيبو، عرفتي كيخسر من جيبو انه يصايب اي حاجه ولا والتداري حتى الوكاله انه هو اللي مقابل لي جوندارم في الطريق انه هو المسؤول على كل شيء. ما عقلش عليه وفي الاخر ما يعقلش عليه. 11 عام وخدام معاه، شحال عنده هذا مرموك؟ عندو رموكات كيمشيو لاوروبا، كاين ميسور الحال ميسور الحال، عندو هادوك السيارات ديالو اللي كيكريهم. الحمد لله ماشي ما عندوش، عندو خير الله. علاش علاش السيد 11 عام هو معاه ما كسبش دويره؟ دويره في السكن الاقتصادي ما كسبها والو والو، وانتم عايشين غير في الكرا في الكرا غير في الكرا غير في الكرا والو. كان كيقول لي انت تعاون معايا انا ما بغيتش نمشي للريبه، وكل مره قطع ليا كيقول لي واخا 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 ديما كي. كنقول لي شوف ياسين هاد السيد راه غير كيضحك عليك، هاد السيد راه ما ناويش معاك المعقول، راه كيضحك عليك كيقول لك غير واخا لا لا ما يضحكش عليا راه معقول معايا، لا راه معقول معايا. وفي الاخر يا هو شنو اشنو وقع اشنو وقع واشنو جرى في الاخر؟ شو خلى وليداته خلى وليداته شنو وقع ليه؟ سيد الباترون ديالو. لا راجلك شنو وقع ليه؟ مات راجل. باش وقع شنو وقع ليه؟ عرفتو مات شنو وقع ليه؟ شنو سبابه؟ واش الدبانه ولا شنو ديك الدبابه؟ البعوضه 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 هي اللي دات ليه هذا الشيء. ما جلبش ما جلبش، كان كيشرب الدواء مني ما يلقاش راسو تما كاين وما جايبش معاه الدواء. صافي طلعت ليه السخانه جاي في الطريق وصايق وكيقول لي انا راني في لا دياغي الدواء خصو يكون تما ديالهم. ما جيبوش معاه. ما جابوش في الطريق. كون كانت وقعت زعما كان زعما كان غادي يحس غادي يشرب. صافي غير يشرب. كتوقع عليه وتيشرب الدواء. كيشرب الدواء. واقع عليه وعندي اوديوات وعندي تصاور وفي ركبته شحال من خطره دار به وكيشرب الدوايات. شحال من خطره سميتو عليه وكيشرب الدوايات باش كان جاي صافي ديال المره الاخر عليه صافي. ما كاين لا دواء لا والو. ما كاين لا دواء لا حتى شي والو. كيقول صافي راه غير شي تسمم كليتوه من الرموك ولا شي حاجه ولا هادي ما كيسحبش راسو. عيط للشاف ديالو قال لي شوف انا وعيط لي حتى انا كيقول لي شوفي لا دياغي والسخانه والردان لا دياغي والسخانه والردان. عرفتي جا للدار اللي كلاها كيرد. مشاش للطبيب؟ لا جا الشاف ديالو عيط لي مشى هو وياه. أيه. مشاو للبولوكلينيك داروا لي السيروم دقوا لي شبرا بحال كالماو لي هذاك الشيء. مني سميتو عليه قالوا لي عندك تسمم دايركت ميريزكو. صافي هو قال لك انا وليت بخير انا ما عندي حتى حاجه وليت جالس هو وليداتو كيصيب هذوك القيطه ديال القرايه كيصيب لمنتو كيصيب لها. كتقول لي بابا شريهم لي غير قدام كيقول لي لا
نشريهم لك جديد الكتوبة. قراي يا بنتي قراي، كيقولها قراي، نشريهم لك جديد. أنا في الكوزينة وكنطلع عليهم كنلقى بارك مع وليداتو كيصيب ليهم في الأدوات وفرحانين الغد ليه. صافي ولا واحد آخر، جاتو ديك الغيبوبة، جاتو ديك الغيبوبة مبقيناش عاقلين. صافي السيد بالي مشيت ليه، بغى ينعس بغى ينعس، وهاديك الدبابة هاديك البعوضة كدير النعاس كتخدر كتخدر، بغى ينعس. صافي كيشرب دولي بران وكينعس، مسكين كيشرب الدوايس بحال ما هكا وكينعس. ياسين عافاك يلاه نمشيو ملي تكون كنعطوك هذاك، قال لي لا لا دابا شويه. صافي فاق المهم تغدى فاق السيد عاوتاني كينعس، درنا كسكروط. قلت لي انسى، قلت لها دير لي عطي لبابا كبي لي، وهذا انا كنت مشغوله بحال ما هكا كبي لباباك، وهادي بديت كتكب لي في الحليب باش يديرني سكافي فيها. لا حاليا في هذا انا تخدرت، ما بقاش عاقل على راسه شويه هو ينوض. صافي مشى للبيت نعس نعس، كنعيط لخوه نعيط لعائلته نقول لهم شوفوا السيد راه مهلوك محن، راه صافي راه شداتو ديك الغيبوبه. وانا نعيط للشاف ديالو، عيط للشاف ديالو وانا نقول له شوف يا ياسين انا نعيط لك الشاف ديالك باش يجي يهزك. هو يقول لي ولا جالك لا جالك، هما دايرين ديك الديمقراطيه ديالتهم في الخدمه شويه. عيط لي فعلا جا جا لقاه نيت مغيب، هو يعيط الجيران هبطوا كلشي هبط الدنيا، انا دخت ما عرفتش راه اش نقول الله يحسن العوان زعما. كاين انا كنت كنشوف هادشي وما عمرني كنت كنقول راسي راه غادي نعيش هادشي، عمرني عمرني جاتني واحد الصدمه. ما نقولش لك هذيك الصدمه صعيبه، الحمد لله صعيبه بزاف، وباقي لحد الان انني مصدومه الحمد لله، وما عرفني تعد بانني راه مريضه واقفه وضاحكه، ولكن الداخل ديالي اعلم بيا الله. ايه امي انتي ايه اعلم بيا الله، كيفاش هاد السيده تبقى بعقلها وكيفاش غتعامل مع ولادها؟ هي الصغيره في خوتها مسكينه، كيفاش غتعامل مع ولادها؟ فعلا جديت لازم مع لابيلانس، انا واحد الصديق ديالو مشينا وداكشي، هو يقول لي هو يدخلوا الانعاش دخلوا الانعاش. صافي تما كندخلو صافي بداو كيديروا لي الاجراءات وداكشي والتحاليل، وانا نجري وانا نجري داكشي كان خصو يديرو تحاليل كلشي. جا واحد الاخ ديالو من الرباط دخل عنده، هو اللي دخل عنده دخل عنده. المهم مني دخل عنده داكشي قالوا لي هاودي حنا نديرو اللي علينا، الدوايات كنقلبو عليهم مع ربعة الصباح مقطوع داك الدواء كاينش. صافي الغد لي الصباح جيت عنده كنسولها الاطباء، تعرفي ان ميريزكو ميريزكو راه ما يديها بك تحت، راه خاص معرفه باش تدخلي باش كلشي كيتنهض كلشي كيغوت. سيري بلاتي بلاتي تنشوفو شنو كاين، كيزيدو عليك كيزيدو عليك كيزيدو على المريض وكيزيدو على عائله المريض. المهم صافي مني سميتو عليه بقى في الانعاش، بقى هذيك يومين هكاك بقى الجمعه غادي قالوا لي صافي غادي يخرج متخل عيش ما والو ما حتى شي حاجه. انا كنصحاب لي صافي راه واش مات، انا صافي كيزيدوا عليا شي بشي. صافي قال لي متخل عيش ما والو راه غادي يخرج، وفعلا خرج خرج برجليه الحمد لله، كيبوس لي على راسي وكيقول لي سمحي لي، شافني كنتعذب معاه وداكشي كيقول لي سمحي كيقول لي شوف سلام على لاباس. قال لي قال لي صافي ما تخلعي ما والو، مشى برجليه وكيترعد. قالوا لي شوفي راه ما غاديش نطلقوه، مشاو داو الملف ديالو البلاصه ديال 25 ديال التنقيه ديال بلاصه السول وبلاصه الصيده مشى ليها. قالوا لي من حسن الحظ كاين بروفيسور افريقي دغيا عارفه شنو كاين، عارفه شنو كاين، وانتم قلتوا لي عارفه شنو شاف الدوسي ديالك هذا ما يخرجش حتى يتنقى مزيان. فعلا شدوه بداو كيديروا لي في الدوايات وهادي وهادي وتحاربوا معاه وهادي وهاديك البروفيسور عمرني ما ننسى ليه خيره، هذيك الانسان الافريقي عمرني ما ننسى ليه خير على اخلاق وعلى دين، انه انني حنا كلنا افارقه مالي من مالي نفس البلاد اللي وقع لي فيه المشكل. صافي هو يقول لي شوفي كيهضر معايا كيقول لي ما تخافيش ما تخافيش غيكون غير خير،
من دوك الدراري ديال ستاجير ديال الاطباء وداك الشيء، يقول لي خالتي ما تخافيش ما تخافيش غيكون غير خير ان شاء الله. وفرحت، زادت لي واحد الامل، الفرحه، كاين امل واحد الحمد الامل. لله. قالوا لي غنزيدوه الدم وغنحيدوا داك الدم وغادي، خاطرش هذيك شرحوا لي هذيك هذيك البعوضه بيضت ليه، دارت ليه بيض في الدم وطلعت لي المخ وبدات كتضرب ليه. كيفاش كتجي شي كتقرص؟ بعوضه بحال عادي، اي بعوضه بحال نمول، بحال شنيوله. ما عندهم هما عندهم قاصحه، ماشي بحال ديالتنا. تقرصك وتبيض لك في الدم وطلعت لك المخ وكلات لي كاع داتو. قال لي يكون خير يكون خير يكون خير. بت معاه ديك الليله ديال الجمعه، بت معاه، عمرني ما شفت هذاك المنظر. بت معاه ناس كيتعذبوا، ناس شنقول لك، لا اله الا الله محمد رسول الله. كل واحد ومرضه، كل شيء ناعس وانا فايقه فايقه وكنشوف في داك المنظر. هو ناعسين ساكن فين كينعسوا بدوك الالام. هو كيخرخر كيخرخر وانا ما عارفاش بان راه هي راه موت، حراره الموت، حراره الموت. وانا كنهضر معاه هو واخا مغيب كنهضر معاه، ولكن كينشف فرمني حس بي بانه غادي يموت. قال لي شدي لي في ايده، ملي شديت لي في يد بحال كنقول، كيقول لي باش تشدي السيروم. ما عمرني مشيت انا هاد القضيه، السيروم راه كيدوز كيدوز عادي زعما بلا ما نشدي في يدو. عرفوا بانه غادي يموت وشاد لي في يدو بحال ما هكا صافي. نقص ماما نقص الموسيقى صافي. الحمد لله مسكين. قالت لي اختي انتي الصباح، من صباح الحال قالت لي اختي انتي شوفي انا غنجي في بلاصتك وانتي سيري شوفي وليداتك. بشويه عليه بشويه عليه شويه اللي بغيت كردة، شدي شوفي وليداتك وجي رجعي، انا نتسناك تجي ترجعي صافي. اختي جا عند الطبيب قال لها بلا ما تبقاي معذبه سيري تنعيطولك، مني نعيطولك عاد باش تجي صافي. انا جيت حويجات ليه باش نجيبهم ليه باش يبدل، وليداتو خليتهم عند اختي. واحد اختي صافي مشيت، قالت لي راه ما قال لي شنو قال لي الطبيب شنو قال لي صافي. مشيت انا و انا الاخت ديالي عاوتاني رجعنا. ملي رجعنا قالت لي راه حولوا لواحد البلاصه. قلت لها صافي. ملي مشينا واحد السيده عند الباب كتقول لي الله يرحمه الله يرحمه. اش كتقولي اش كتقولي؟ كيفاش انا جبت لي الدواء جبت لي كل شيء اللي قالوا لي كديرها؟ اش كتقولي؟ شحال عندي الزواج انت وياه؟ 15 عام. مسكين 15 عام هو غادي يجي كثر يعني من نهار خداك هو غادي يجي غادي يجي، ولكن هو قبل كان قبل خدام. النهار الكبير هو ملي كيدخل عليك وكيجي ويريح معاك اكثر مني كيبغي يمشي يسافر. نقول لي انت تهلاي في الدراري، كنقول هاد السيد واش غادي يرجع عاوتاني؟ راه الكلمه اللي كيقولها كيقول بحال ما غاديش يرجع. مسكين هو شاد الطريق، بنادم راه شاد الطريق اكيد راه غادي ما عارف راسو واش غيرجع ولا ما. اي واحد حنا دابا ما عرفناش شنو باقي ربي خازن لينا، يكتب علينا وعليكم مكاتب الخير، علاش ما جلبش صافي. هو حقاش هو طول في الحرفه كيقول صافي جلبت الجلبه الاولى صافي بلا ما ويخصو كل عام ولا كل 6 شهور. خصو فين ما يمشي خصو خصو يجلب، كل مشي خصو يجلب خصو يجلب. هو صافي قال صافي قال انا كن صافي انا راه طولت في الحرفه وهادي. ولكن سمح لي هذا الدور ديال الباترون، خصو يجلب ليهم ويخلص لهم الجلبه. الدور ديال الباترون واش ما فهمتش الاستهتار بارواح ديال الناس؟ علاش انا هي تقرصني هذه البعوضه ودير لي السخان عاد نشرب لها الدواء؟ نكون جالب من الاول. مشيتي لاكاس لقيتي مجموعه لك في الشهر شحال؟ 28000 ريال. قالوا لي غتولي تشدي 28000 ريال. كتخلصي على الوليدات؟ كنتخلص عليهم لا سينيس كتخلص تخلص يعني كتجيك دابا في المجموع ما بين هذاك الشيء وهذا عندك واحد 46000 ريال اللي كتاخذي في الشهر. ولكن لا لقيت مني مشيت للبنك لقيت 40000 ريال كتدخل ليا، 40000 ريال كتدخل ليا اللي كتدخل لك ما بين لي بوان ديال الدراري وما بين 40000 ريال. 40000 خصك تاكلي منها تشربي منها تسكني منها تقري منها الوليدات ديري منها كلشي. وهذا الباترون ما عقلش عليه، ما عقلش 11 سنه ضرب معاه ديال تماره ما عزاكش؟ عزانيش ما عزانيش، ما هجاش هضر معايا يقول لي اشنو كاين وشنو كاين بنت الناس راه ما يكون غير الخير نتفاهم انا وياك. باش مني مشيت عند درت محامي، محامي من عائله راجلي نيت، تتقول لي الكاتب هذا شنو غادي يعطي؟ راه ما غيعطي حتى حاجه للدوله اللي غتعطي. اذا هذا السيد كيتهرب من الضرائب.
ماشي قانوني. ماشي قانوني كيتهرب. قلتو ان كل عام عامين كيبدل سميه ديال الشركه. كيبدلها كيبدلها. وهاد الشركه ملي كيمشي ليه العون القضائي الاول قال لك ما كايناش، وداروا العون القضائي الثاني دابا حنا كنتسناو. كيديروا لي العراقيل بلا عون قضائي بلا شركه بلا قضاء بلا الانسانيه. فين هي الانسانيه؟ كايناش كايناش. ما بقاوش فيها هاد الوليدات. ولكن عارفه سيدي ربي غادي يبين لي حقي. عارفه كاينين ناس ديال هاد اليتامى، ناس مسلمين كيخافوا الله وعارفين بحق اليتيم وغادي يعاونوني مسؤولين، وكنطلب من محمد السادس حتى هو غادي يعاوني ان شاء الله. الله يطول لي في عمره، الله يخليه لينا كيبين الحق المواطن. هادشي اللي كنطلب حقاتاش انايا ما عارفه حتى حاجه في هاد الحياه، ما عارفه والو. ما كنتي كتعرفي والو، كلشي كان راجلك اللي كيديروه هو اللي كيصرف هو اللي كيتقدى لي فلوس، ما كتخدمي ما حتى شي حاجه. قلتي غنخرج نخدم مني مات راجلك. خرجت خدمت خدمت في واحد العصر كندير الميناج. عمرني ما درت الميناج في حياتي، عمرني. نهار درتو كنبكي وكنديرو. ماشي عيب. وماشي عيب. الميناج ماشي عيب، كيديرو غير هو قاصح، ما كديروش اي وحده. ماشي ساهل، ماشي ساهل. كتاخدي هذوك الفلوس انت كتعرفي شنو خديتي، انا كتعرقي عليهم كتعرقي عليهم. والحمد لله ما قدرتش تكمل. ما قدرتش. شحال كانوا دايرين لك الشهر؟ 5000 ريال سيمانه. تمارة بخمسة آلاف ريال السيمان. وكنخلي ولادي وكيكونوا سادين عليهم البيت كيخافوا حتى كنجي. لحقاش الوالدة كانت عند الأخت ديالي مكانتش معايا. مسكينة دابا جات الله يخليها لك. الله يخليك أما أنت ويطول في عمرك. يا ربي مسكينة بعدا راه معمرة عليك. معمرة عليا وهي ضوعين هي مني مشى للمرحوم. نهار بغات تمشي عند أختي تبات عندك كنحس براسي بالوحدة. كيقول لي عافيك أمي أنت أنا ماشي. انا تحليت الدار وما لقيتكش، ظلم عليا. حسن عوانك امي انت كيبدا عندك مفرقه. ما حيلتك ديري في الخواطر، ما حيلتك امي مشيت تمشي لعند هذا ولا عند هادي. واش غديرها الحبيبه؟ الله يطول لك في عمرها. هذيك هي عمارة دارك، وديك هي اللي مسخنه لك كتافك. يا ربي امين يا ربي امين. الله يخليها لي. وش امي ميت الله فيها. الام الام امين يا ربي. شنو بغيتي دابا الحبيبه ديال شنو النداء ديالك اللي بغيتي توجهيه اليوم؟ النداء ديالي انني بغيت حقي من هاد السيد، بغيت حقي. راه ماشي راه راجلي كان كيضرب تماره، كان كيضرب العذاب الاليم. راه كنشوفه في الحلم ديالي كيقول لي خذي حقك، جاهدي على حقك وحق وليداتك. هاد اليتامى كنعلم بيه يوميا. شحال دابا باش مات؟ هادي دابا عام. الله يرحمه. شنو تبغي تقولي لي يا سيدي؟ تقولي لي كنقول لي الله يرحمك والله يغفر لك والله يرحمك. وكما قلت لك دخلت عندك لامور وقلت لك ياسين وليداتك وكتبغي وليداتك، انا غنحافظ عليهم وغنقريهم وغنوصلهم وان شاء الله نطلقوا في الجنه ان شاء الله. كان واحد الانسان طيب. يكون معك حبيبتي، الله يكون معك، الله يقويك. كان واحد الانسان طيب، ما عمرني ما زعما كنمشت شي راجل بحال هكا طيب. هو كيفاش كيتعامل مع ولادو، كيفاش كيتعامل معايا، كيتعامل معايا دابا بحال شي صديقه، بحال اي حاجه ضرات يقول لي. مسكين كيتوحشك، كيغبر عليكم 3 شهور وربع شهور. مسكين راه كيبغي يقطعكم من لحمو كيف ما كنقولوا، راه ماشي سهل. بنتو بنتو كيعطيها لا كارد ديال شي كيقول لها سير جيب دي الفلوس باش تخلصي الكراس باش تصرفوا داك الشيء اللي ما كنتش. هي اللي كتمشي تجيب الفلوس. دريه صغيره وكان دايره بحال الراجل، كيقول لها شوفي بنتي انا خليتك مع مامك بحال الراجل. لا اله الا الله محمد رسول الله. الله يرحمه ويوسع عليه ضيقه القبور. مشاهدينا الكرام، قبل ما نختم معكم هذا البث المباشر نخليو لكم رقم الهاتف للتواصل اللي بغى يقدم لي المساعده، الله يجازيكم النيه ولا الماديه. ماشي ديك قله الحياه وقله العراض اللي كيديروها البعض اللي مسالين قبهم ومسالين راسهم. شحال الرقم ديالك ديال التليفون؟ ما حافظتش.